مهمة جدا اللي هي بتصور واقع مصر ونيل مصر وعظمة مصر. يا ريت تلقينا أو تتكلم شوية عن الأفلام التسجيلية اللي حضرتك قدمتها ومنها أجزاء النيل أو نيل النيل. يعني الأفلام التسجيلية أنت بتصور واقع موجود، وبتختاره إزاي؟ يعني ممكن الواقع ده يسيء إليك، وممكن تحول هذه الإساءة إلى مجد ليك من خلال اختيارك للزاوية، الكادر، المونتاج، الصوت، كل ده في يعني عندك أدوات تلعب بيها بحيث تخلق من العمل التسجيلي عمل يقيم البلد ويقيمك ويقيم كل مصري ويقيم كل إنسان، وعمل يسيء إلى البلد ويسيء إلى كل واحد ويسيء إلى المخرج ويسيء إلى كل واحد. ليه التجميع اللي انت عملتها دكتور ورحنا عرضناها في فرنسا؟ ايه؟ اللي هي بتاع الكام شورت كاتس ده اللي خدتهم وجمعتهم ورحنا عرضناهم في فرنسا، كانوا بيضربونا هناك، كانوا عايزين يضربونا، فاكرها؟ مش فاكر الضرب مش فاكر الضرب.